مايك. هذه اي اف ام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. 13 فيفري 2015، انتم تسمعوا في الراف ماج، موصلين معكم ان شاء الله وكيما كل يوم من 5 حتى ل 7 نتاع العشيه، معكم رفيق بوشناق من وراء الميكرو، سفيان بوهلال في الاخراج، كامل فريق راف ماج في الموعد. عشان نعرف معنا ابريفياسيون للدوله الاسلاميه في العراق، باش يزيدوا حرف، باش يزيدوا حرف. ليبيا في بارتي لا من الشام لا من العراق، ماكي وصلوا غادي تزيدوا حاجه. ثاني حاجه معناها تدخل امني الفايت، شكون معناها على ليبيا وشكون اللي باش يتدخل؟ اسكو تحت لواء الجامعه العربيه؟ اسكو حلف شمال الاطلس؟ اسكو قوات امريكيه؟ شكون بالضبط معناها؟ كيفاش يتم التدخل هذا؟ خاطر شفنا مصر دخلت تو في اللعبه بقوه، خاصه بعد التغيير الاخراني اللي صار في السعوديه على مستوى ملك المملكه العربيه السعوديه. يعني في برشا قراءات يعني، ونعرفوا احنا من قبل اللي الناس كل متفقة وأنه داعش صناعة صهيو أمريكانية. أنا خايف على الشعب الليبي، لأني هما دخلوا في دوامة صعيبة باش يخرجوا منها. نحب نرجع البديع ونقول له أنه صحيح السؤال المطروح الإجابة عليه صعبة جدا، شكون باش يدخل؟ كان الداخل الناتو، ليبيا باش تولي العراق وسوريا. توا عامين التالي نحكيو على تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وينه؟ اللي نعرفه انا معناها قريت شويه وتفرجت في كلكو دوكيومنتير، معناها داعش وتنظيم القاعده في المغرب الاسلامي ماهوش متفقين. لا ماهوش متفقين. كيفاش غاب على الساحه هكا فجاه؟ ما عادش موجود، لا وجود للتنظيم هذا اللي كنا نحكيو عليه في المغرب الاسلامي. فرفر هذا ماهوش عنوان مسرحيه لمين النهدي، نكون او لا نكون، هذا ماهوش سؤال فلسفي، نتدخل او لا نتدخل، هذا سؤال حيني عاجل وخطير، ماهوش على لسان خونا عبد الرزاق. فهمتوني على شنو نحكي؟ الامر يتعلق بليبيا. فرفر ما بقى فيها حد، واخر سفاره سكرت البارح هي سفاره تلين، و150 طليان خذوا البابور باستعجال لمالطا. كل الطيارات الاجنبيه عندها مده معاش تهبط في ليبيا، والمساروه اليوم السباحه عطاهم 48 ساعه باش يهربوا. ليبيا اليوم ما عادش بلاد، ما عادش فيها سلطه تحكم. ليبيا اضطرابات، عصابات، حرب أهلية، داعش، حدود، خطر، مصالح، اعتداءات، اختطافات، ثم الأخير إعدامات. الإرهاب في كل الحدود، والضرب يا جماعة قريب للحدود. هل أن الحياد اليوم هو القرار الموعود؟ سفيان ونذير خي نسيناهم احنا، شنو هو المصير؟ 21 مصري قبط يوقع ذبحهم، والصورة لا تستحق التعليق، ومصر جاوبت بالتعليق، حر ملطخ بالدماء، ومع الليبيين كلينا الخبز وشربنا الماء. قال رئيسنا الحالي الشأن الليبي راهو شأن تونسي داخلي، منا تكوي ومنا تشوي. هل أن موقف الفرج الظاهر هو الموقف الأنسب؟ الضرب في جنب، والحياد اليوم يشبه العجب، وربي تستر من أيام مظلمة قادمة، على خاطر القنبلة اللي تشعل في ليبيا ممكن ترشق في تونس.